will relish their confrontations with Senor Nadal this summer in England. Nadal has 29 caps, and when he comes forward, he's a real threat in the air. He's proved that on more than one occasion. But does Nadal feel that the long, hard Spanish season will affect the team in the summer? By deflecting the ball into his own net. But Barcelona had the last say with a Giovanni winner. Just repeating the full-time score, Barcelona 3, Real Madrid 2. ده ميغيل أنخيل نادال، نجم من نجوم برشلونة السابقين ومنتخب أسبانيا، وكان يمكن في فترة قضاها في ريال مايوركا. حبينا نتكلم معه أكتر على قصة كأس العالم ومواجهة المصرية الأسبانية، مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد، وخصوصا طبعا بما انه كان نجم سابق في ريال مايوركا، ودي المباراه الاخيره اللي لعبها ريال وخسرها بنتيجه 1-0. وايضا طبعا واحد من نجوم برشلونه، وبرشلونه الحقيقه يمكن في مباراته في كاس سوبر الاسباني امام الريال اظهر كتير من نقاط الضعف في ريال مدريد. حبينا نتكلم قوي معاه عن فكره المواجهه وعن حاله الريال وعن الغيابات اللي ممكن او قد تكون مؤثره في صفوف الريال في المباراة اللي جاية، وخصوصا طبعا انك بتتكلم مش بس على نجوم مؤثرة، بالتأكيد نادي بحجم ريال مدريد كل لاعبته سواء اللي بيظهروا معاه بشكل أساسي أو اللي حتى موجودين في يعني على دكة الاحتياطي، هم بالتأكيد لعيبة على مستوى عالي جدا، وبالتالي حتى في ظل غياب الأسماء اللي أنا اتكلمت عليها زي ميليتاو، زي فاسكيز، زي مندي، زي كورتوا طبعا وبنزيما، بالتأكيد اللعيبة التانية مش هتكون مباراة بالنسبة لنا سهلة، يعني احنا مش في نزهة عشان الانطباع ده ما يجيش، لكن خلينا نقول انها فرصة مش هتتكرر، يعني فرصة او ظرف مناسب جدا لانك انت تقابل ريال مدريد في مباراة رسمية، وبالتالي الكفتين يقربوا شوية من بعض. بالمناسبة ميجيل أنخيل نادال كمان هو عم طبعا رافا نادال، طبعا أسطورة التنس الإسبانية، واحد من أهم الأسماء اللي حصلت في يعني رياضة التنس في العشرين سنة يمكن الأخيرة. وكانت المفارقه الحقيقه انه على الرغم من انه طبعا ميجيل أنخيل نادال كان واحد من نجوم البارسا، لكن طبعا نادال الصغير او رافا نادال طبعا مشجع معروف طبعا للريال، وكان يمكن صديق مقرب كنا بنشوفه كتير قوي في الملعب اثناء فتره وجود رونالدو. دي صور طبعا بتجمع ميجيل أنخيل نادال مع رافا نادال في تتويجه بالقاب بطولات طبعا الجراند سلام. عايز اقول لكم نقطتين مهمين جدا فيما يتعلق طبعا بشكل ريال مدريد والرؤية الموضوعية لكيفية إيقاف خطورة ريال حتى رغم الغيابات، لأنه رغم غيابات الريال محدش يقدر ينكر أنه لعيبة زي رودريجو اللي هيحل محل بنزيما في الملعب زي ما شفنا حتى في سيناريو مباراة رايو فاليكانو أو ريال مايوركا عفوا، وفينيسي جونيور واحد من أخطر الأجنحة على مستوى العالم، لوكا مودريتش من موسمين أو ثلاثة بالكثير كان أفضل لاعبي العالم وما زال الحقيقة، يعني اللي شاف المونديال وشاف ماتشات كرواتيا في المونديال الاخير يعرف قد ايه انه مازال رغم تقدمه في السن لوكا مودريتش واحد من امهر اللعيبه وصناع اللعب وقائد فريق بكل ما تحمله الكلمه من معاني. طبعا دي اعتقد لقطات من مواجهه الريال والاهلي 2001 في استاد القاهره، المباراه التاريخيه اللي ما بننساهاش ابدا، واللي فاز فيها الاهلي على افضل نسخه من نسخ ريال مدريد، بتتكلم على اساطير على منتخب العالم، بتتكلم على الجالاكتيكوس، بتتكلم على زين الدين زيدان ولويس فيجو وراؤول جونزاليس وروبرتو كارلوس وفرناندو هييرو وايكر كاسياس وغيرهم من النجوم، واستطاعت طبعا كتيبه الاهلي في التوقيت ده انها تفوز بالمباراه بنتيجه 1-0، الاسيست الاكثر من رائع من الكابيتانو حسام غالي، والتسجيل كان للنيجيري ساندي أوليسي اللي ما بنفتكرلوش يمكن حاجه في الاهلي غير الجون ده، لكنه طبعا يظل ذكرى لن تمحى من ذاكره الاهلاويه كلهم في المباراه. خليني اقول لكم كمان انه يمكن كارلو انشيلوتي مشغول شويه، ويمكن دي نقطه برضو من النقاط اللي ممكن تفرق معانا شويه، لانه خد بالك بعد بطوله كاس العالم الريال عنده مواجهه مهمه جدا في الشامبيونز ليج. بداية الريال بيواجه موسم صعب جدا سواء على مستوى المنافسة على مستوى الليجا، البارسا فايق جدا ومصدر الضغط والتوتر كله لفريق ريال مدريد، ويبدو كده أنه الليجا في طريقها إلى كاتالونيا. ده يغير إزاي أو يؤثر إزاي في تفكير أنشيلوتي أنه يركز أكتر شوية في
فرصته في الحفاظ على لقب بطولة دوري الأبطال في أوروبا، وبالتالي ما عندوش وسيلة تانية غير أنه يواصل مشواره الأوروبي بنجاح. يأثر إزاي ده برضو؟ يأثر على مستويين، واحد نسبة التركيز على بطولة كأس العالم هتقل شوية، لأنه عنده مواجهة صعبة جدا بعد بطولة كأس العالم مباشرة مع مين؟ مع ليفربول اللي ما عندوش حاجة الموسم ده يبكي عليها. نمرة اتنين، تأثر عليه في قصة الحفاظ على نجومه الموجودين، لأنه مع تعدد الإصابات بيبقى عندك تخوف كبير جدا من فكرة أنه لاعب تاني يصاب، أو أنك أنت تغامر في بطولة زي بطولة كأس العالم للأندية بنجم كبير تخسره في مشوارك في الشامبيونز ليج. وبالتالي القصة دي كلها طبعا هتكون محل تفكير وحسابات ممكن تأثر شوية على طريقة لعب أو مشاركة ريال مدريد في البطولة. ويكفينا الحقيقة، يكفيني أنا بشوف أنه أكتر اتنين أو أهم اتنين في ريال مدريد في الفترة الأخيرة وفي السيزن الأخير، ومش هبالغ لو قلت أن هم كانوا سبب رئيسي في فوز الريال في موسم كان فيه مش الأفضل، يعني خلينا نعترف كان موسم مش الأفضل، هم بنزيمة وتيبو كورتوا حارس المرمى. غياب الاتنين دول أعتقد قوة ضاربة ما حدش يقدر ينكرها ولا ينكر تأثيرها أبدا على فريق الريال. طيب نروح لميجال أنخيل نادال معانا مرة تانية فيديو كول أو فيديو كونفرنس نتكلم معاه طبعا، وإحنا بنتكلم على اللقاء المنتظر. طبعا بداية طبعا بشكرك على مشاركتك معانا ميجال أنخيل نادال، وأهلا بيك على شاشة الأهلي، أهلا بيك في السادسة. شرف لي أن أتواجد معكم، شكرا. يعني بداية خليني أعرف إزاي بتبصوا لمشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الحالية اللي تستضيفها المغرب، رؤيتك أنت شخصيا لمواجهة الريال في ظل غيابات متعددة لأعمدة الفريق الأساسية في الفترة الأخيرة في مواجهة الأهلي المصري المعتاد دايما على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ريال مدريد يعرف أن أجندة المباريات مكتظة بالغاية، ولهذا فإن بطولة كأس العالم للأندية والبطولات المتتالية والإصابات العديدة في صفوفه هو يدرك هذا الأمر. الريال يعاني من الإصابات الكثيرة، ولكن أعتقد أن ريال مدريد يمتلك قائمة بطبيعة الحال قائمة قوية، ويمتلك العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم أن يخوضوا المباريات المتتالية، وهو دائما منافس صعب لأي فريق. يمكن بما أنك كنت واحد من نجوم برشلونة ونجوم ريال مايوركا في السابق، خليني أقف مع المباراتين دول، مباراة السوبر الإسباني اللي فاز فيها برشلونة بقيادة تشابي بنتيجة 3-1، ومباراة ريال مايوركا اللي انتهت في الليجا بنتيجة 1-0. هل المباراتين دول بتشوف إن هم كشفوا أو وضحوا بشكل أو بآخر كتير من نقاط الضعف في فريق ريال مدريد؟ هل أكدوا على فكرة معاناة الريال في الفترة الحالية؟ لا، أعتقد أن ريال مدريد عندما ينافس والتطلعات الكبيرة التي يدخل بها في كل مباراة ويقدم بنسبة 100% من المستوى، المباراة بالطبع ليست سهلة، ولكن ريال مدريد لم يكن سيئا في مباراة مايوركا التي خسرها بهدف، ولهذا وفي المباراة التي سبقتها أمام فالنسيا الريال قدم مباراة طيبة للغاية وفاز بها، ولهذا أعتقد أنه مع مرور المباريات في البطولة سيعود مرة أخرى وينافس على اللقب مع توالي المباريات، باستثناء مباراة كأس السوبر أمام برشلونة وباستثناء مباراة مايوركا التي خسرها. أعتقد أن ريال مدريد قادر على المنافسة، ولكن الأقرب بالطبع برشلونة. معظم الصحف الإسبانية يمكن اتكلمت على عدد من الغيابات اللي قد تكون مؤثرة
على يعني فريق ريال مدريد في مشاركته في بطولة كأس العالم، غيابات لميليتاو، لكورتوا، لبنزيما، لوكاس فاسكيز، اعتقد كمان يمكن مندي الظهير الايسر. هل بتشوف انه البدلاء قادرين على تعويض الاسماء الكبيره اللي شاركت مع ريال او نجحت مع ريال في التتويج بلقب الشامبيونز ليج؟ هل هم على نفس المستوى؟ الواضح لي هو ان تعويض هذه الغيابات تعويض هذه الغيابات هو أمر صعب، ولكن ليس بالطبع أن تمتلك قائمة كاملة من اللاعبين هو أمر مثالي لأي فريق، ولكن ريال مدريد بطبيعة الحال ريال مدريد يعاني من غيابات مؤثرة للغاية، ومن الطبيعي أن يتذبذب مستوى الفريق ويتراجع قليلا بسبب هذه الغيابات الكبيرة، ولهذا أعتقد أنه من الواضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك فوارق في المستوى بسبب هذه الغيابات، ولكن الفريق عليه أن يخوض المباريات وينافس على الألقاب مع البرشلونة. هو أنت كأسباني هتميل أكتر أنك أنت تشجع ريال مدريد ولا كبرشلوني تتمنى خسارة الريال قدام الأهلي؟ لا، أنا محب للرياضة بطبيعة الحال، أريد أن يفوز الأفضل، الفريق الأفضل يفوز في الملعب. أنا لعبت في برشلونة ولكني لست معادي للريال بطبيعة الحال، بما أنني لعبت لبرشلونة أتمنى أن يقدم بطبيعة الحال مباراة طيبة، وأعتقد ولكني أعتقد أنه من الرياضة بالنسبة للرياضة الإسبانية النتيجة مهمة للريال وللفريق ولكني بما أني إسباني أتمنى فوز الريال مدريد، ولكن إذا كان المنافس أفضل فسنحييه على الفوز. خليني أسألك، يبدو كمان أن العيلة عندك منقسمة، يعني بما أنك كنت واحد من نجوم البارسا، أنا عارف أنك أنت يمكن عم طبعا نجم التنس العالمي رافا نادال، والمعروف عن نادال أنه مشجع لريال مدريد، إزاي ده حصل وإزاي ما أقنعتوش أنه يشجع برشلونة؟ منذ الصغر كان هو كان محب للمدريد، كان من الصعب أن يتأقلم على هذا التغير، هو من الصغر كان محب لكرة القدم ومحب لريال مدريد. أعتقد أن الأهم هو أن المشجع يشعر بالحب لناديه، وبعد ذلك يأتي هناك العلاقة الطيبة بين المنافسين والاحترام بكل تأكيد. هو استمتع كثيرا بطبيعة الحال بتشجيعه لريال مدريد وبفوز ريال مدريد، وهناك أيضا أعضاء في العائلة يشجعون البرشلونة، وهذا أمر طبيعي في أي منزل. يعني يا ريت توصلوا تحياتنا، لأنه زي ما في كتير من جماهير الكرة في مصر بتعشق برشلونة وبتستمتع بالكرة اللي بيقدمها برشلونة، ما عنديش شك أنه رافا نادال واحد من أكثر نجوم التنس في العالم اللي ليهم شعبية كبيرة هنا في مصر، فتحياتنا ليه طبعا من خلال شاشة الأهلي. أروح معاك لبرشلونة وموسم أكثر من رائع بيقدمه البارسا الموسم ده مع تشابي، هل عاد برشلونة على طريق الصحيح، وهل تتوقع انه الموسم ده يكون موسم التتويجات بالنسبة للبارسا سواء على مستوى الليغا في اسبانيا او على مستوى اليوروبا ليج؟ برشلونة كنادي اعتقد ان الامور أن هذا العام أنه يمتلك قائمة ممتازة، والتطلعات شيئا فشيئا بالمنافسة على البطولات
أعتقد أنه يقدم أداء مذهل، وهناك تناغم بين اللاعبين وبين تشافي، وحتى الآن أعتقد أنه الأحق بالليغا وهو يتصدر الليغا بفارق عن الريال، يتصدر بفارق 8 نقاط عن الريال، يسجل الكثير من الأهداف ويستقبل أهدافا أقل، وهذا يتحدث عن العمل الذي يقوم به الفريق سواء المدرب أو اللاعبين. وأعتقد أن الألقاب ستأتي مرة أخرى لبرشلونة هذا العام. نعم هو ودع دوري الأبطال، ولكني أعتقد أنه هي بالطبع بطولة كبيرة وهي البطولة الأهم لأي فريق في الموسم، ولكن بالحديث عن الألقاب الأخرى أعتقد أن برشلونة حتى الوقت الحالي هو قادر على المنافسة، وتدريجيا المستوى يتطور مع هذه القائمة من اللاعبين، ومتأكد أن الفريق في النهاية سيتوج مجهوده وبالنسبة للليغا طبعا هو المتصدر، وأعتقد أنه سيفوز بالليغا. مباراة ينتظرها كل عشاق الكرة، وخصوصا أنها مباراة كانت ممكن تليق بأنها تكون نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة اليونايتد، وهو الحقيقة في الموسم الحالي أيضا من الفرق اللي استطاعت أنها تستعيد توازنها بشكل كبير، واحد من عمالقة أوروبا طبعا، وبرشلونة الحقيقة اللي رجع واستعاد توازنه أيضا مع تشابي. إزاي بتشوف المباراة ومين الأقرب في للتأهل من مباراة أو مواجهة اليونايتد والبارسا؟ سي Sí, el Manchester. Bueno, creo que los dos han pasado. أعتقد أن الفريقان مر بمواقف مختلفة بين قوسين، مواقف كارثية. كان الفريقان وجد صعوبات كبيرة للخروج من هذه الأزمات بالنسبة لمانشستر في إنجلترا. هذا العام لاحظنا هناك تحسن في النتائج، وفي الآونة الأخيرة الفريقان يقدمان مباريات طيبة ونتائج طيبة، وبالنسبة لبرشلونة ومانشستر يونايتد هناك تحسن واضح في الفريقين، ولهذا أعتقد أن المباراة ستكون صعبة بطبيعة الحال، وأعتقد أن برشلونة يمتلك أفضلية طفيفة على ريال على مانشستر يونايتد، ولكن لا يمكنني أن أقول لك، لا يمكن أن تتوقع في هذه المباريات المرشح أي منهما المرشح الأبرز للفوز. بالطبع برشلونة يمتلك أفضلية وأنا أتمنى فوز برشلونة، ولكن مانشستر يونايتد منافس قوي، وفي هذا المستوى من المباريات الأمور لا تكون محسومة. في كلام إذا كان يمكن الريال اقترب إلى حد كبير من أنه يجيب النجم الفرنسي كيليان امبابي الموسم المقبل، في تقارير بتقول كده أنه في اتفاق أنه الموسم اللي جاي كيليان امبابي يكون في ريال مدريد، هل تتوقع أنه على البارسا وإدارة برشلونة أنها تعمل صفقة على نفس المستوى؟ ومين النجم اللي تتمنى تشوفه في فريق برشلونة؟ هذا الأمر يتوقف على الموقف الاقتصادي والمالي للنادي بالطبع، وفقا للنفقات التي سينفقها المدريد الريال، من أجل أن يضم صفقة مختلفة. من المحتمل أننا نتحدث عن لاعب قابل للتطور أكثر في هذه الفترة، وأرى أن التعاقد مع مبابي سيكون مكلف بالطبع، ولكن بكل تأكيد هو صفقة محترمة، صفقة ذات عيار ثقيل. مبابي في باريس سان جيرمان يقدم مستوى رائع ومذهل، وبكل تأكيد
هو لاعب يستطيع أن يلعب في البرشلونة أو في الريال. سؤالي الأخير مرتبط أكتر بالمنتخب الإسباني، إزاي شفت تجربته أو إزاي شفت مشواره وخروجه المبكر على إيد المنتخب المغربي في مشوار في كأس العالم، وإزاي بتقيم تجربة لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني؟ فيما يتعلق بالمونديال بكأس العالم، الأمر كان مفاجئا بالنسبة لي، الخروج بهذه الطريقة، القوة التي تمتلكها المنتخبات الأفريقية كان من قبيل أو من قبيل المفاجأة هو أن يخرج المنتخب على يد المغرب، ولكني أرى أن المنتخب افتقد لنوع من الخبرة بوجود العديد من اللاعبين الصغار. هناك مواقف عديدة المنتخب مر بها، وفي بطولة مثل هذه إذا لم تقدم أفضل ما لديك في المباراة فمن الطبيعي ومن المتوقع أن تخرج. من الممكن أن تحافظ على أسلوب كرة القدم، ولكن هناك بعض الأحيان يجب أن تغير من أسلوب اللعب وطريقة اللعب بالنظر للمنافس التي تواجهه، وهذا ما كان يجب أن نفعله أمام المغرب فيما يتعلق بالتخطيط للمباراة ومسار المباراة في حد ذاتها. المنتخب بدأ بشكل جيد في البطولة، ولكن عندما بدأت تكون هناك المساحات فالأمور لم تكن جيدة. وأعتقد بشكل مبدئي فيما يتعلق بلويس إنريكي استطاع أن يكون منتخب جيد للغاية، وغير العديد من الأسماء وضخ الكثير من الدماء الجديدة من اللاعبين الشباب، وأعتقد أن المستقبل لهذا الجيل، المستقبل في السنوات المقبلة سيكون لهؤلاء اللاعبين. ولكن النهاية لم تكن كما توقعنا وكما كنا ننتظر. البطولة كأس العالم هي بطولة تحمل كل المفاجآت وكل الاحتمالات. ميغيل أنخيل نادال بشكرك شكرا جزيلا، وما تنساش رسالتنا لرافائيل نادال نجم التنس الإسباني طبعا العالمي، وكل التحية ليك والجماهير برشلونة وللاعبي برشلونة ولتشابي الحقيقة اللي رجع البارسا اللي احنا نعرفها مرة تانية واحدة من أكتر الفرق إمتاعا على مستوى العالم. فاصل ونرجع نكمل كلامنا ومشوارنا في بطولة المونديال ولقائنا أمام ريال مدريد مع نجم حلقتنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح.